demo. Come on, let me show you what it's all about. I feel good. I knew that I would now, yeah. I feel good. I knew that I would now, hey. So good, so good. I got you. We really all feel so good. ومتابعين من الاخر لليلى اكثر واحدة she feels good بتخيل بيناتنا هي ليلى بن خليفه oui, كل يوم كم مساج بتعملي بالسبا كثير كثير بموت في السبا لا بس صراحه يعني والله صراحه كل يوم مساج في عندك حدا يعني بيقرا بيك بيشتغل جوا بيشتغلوا هنيك بموت فيها سي اون تري بون ماسوز تري بون ماسوز رح نكتفي رح نكتفي حالنا لليلى وهلا عايشين سوا نقال عنه انه انشهر بالواسطه لكن الحقيقه انه هو استفاد من بيو وبيو كمان استفاد منه هن اللي عايشين سوا وعم بيشتغلوا سوا وحتى عم بيتقاسموا الدور سوا رحبوا معي بوسام صليبه Hi, Wissam. Keep up, come on. I'm glad you came. I'm glad you came. We're glad you came. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خي، شو أريح الكراسي هون؟ من؟ من وين كنت قاعد؟ ستوديوز. وين كنت قاعد؟ بعدك جاي من استوديو لاستوديو؟ لا بس ما بعرف ليه وقت كل ما اقعد على هالمطارح بالكبار مع الانترفيوز بتوتر مش عارف وين بدي احط واجري كثير طوال والكابه وبصير عم بقول لانه اللي عمل السيت بعدين بنسى اللي عمل السيت واللي عمل الكراسي عمله على قياسي مش هيك انت مرتاح رجليك بدفء ومرتاحين مرتاح وكل شيء وسام صليبا عايشين سوا قديش اليوم عشتوا فتره سوا وكنتوا قراب بهيدي التجربه كثير الحلو انه انا وبي ديجا اصحاب ديجا رفقه ما في كثير انه الابن وبيه يعني كثير بس فريندز انا وياه وخي زياد على طول في هالجو مع وامي كم يعني كلنا تيم كان موجود غسان صليبه دائما بالبيت؟ وقتها كنا صغار لا ابدا ابدا وقتها كان تعرف ايام العز مثل ما بيقولوا ابدا ما كنت كنا نضلنا عم نبكي انا وخي يعني يجي كثير مأخر عشيه وما كنا نشوفه وهيدي شغله كانت كثير كنت كثير محبه بالاول فما كنت حب الفن ما كنت حب انه بي مشهور على الاعياد كنتوا تنبسطوا كان يكبر الهديه ايه 100% بيعوضها 100% فايه لا كان شغله كثير صعبه بس بعدين تعودنا وعرفنا وبعدين بي عرف انه انا وخيي بدنا نعمل هذا الشيء ومش هون لوس انجلوس فبتعرف بتاخذ وبتعطي يعني بالعائله تاخذ وبتعطي اليوم رحت على لوس انجلوس رجعت على لبنان مثلت ونجحت نجحت لانك رحت على لوس انجلوس ولا لانه واسطه لبن بيك الاثنين الاثنين اكيد ايه اكيد يعني فاد الاسم ايه اكيد فاد الاسم اول شيء فاد الاسم كاول ضربه فاد الاسم كمان لانه استاذ مروان حداد تعرف علي من ورا بيي بس لا هو ولا استاذ سمير حبشي كانوا رح يخلوني اخذ دور احمد باحمد وكريستينا بعد ما عملت 3 اوديشنز وانا ما قبلتها بعد اول اوديشن دقيت انا لمروان قلت له استاذ مروان مش ظابطه معي ما حبيت كيف كانت قال لي ايه ليك سمير ما كثير حبك بالاول انت بترجع تعمل انا ما كنت كثير مرتاح اصلا رجعت قلت له بليز بتخليني هلا اجي رحت سقت لهونيك لانه انا معود بلوس انجلوس انه ما في واسطات بتروح بتعمل اوديشن زبطت معك بتعمل كول باك بترجع بتعمل ثالث اوديشن بيمشي الحال هيك عملنا انا واستاذ سمير وقال لي بتعرف شو لا خلص هات نجرب وجربنا بيك غسان صليبه فتح لك باب يس انت فتحت له شي باب ايه بتعرف عمل 3 حفلات بلوس انجلوس من وراي قال لي ليك عملت مصاري من وراك انت يا صبر 10% منه بتعرف لازم ترجع تعمل حساباتك واو طب بالتمثيل من وراك بتعرف لا كان هلا مثلته سوا انه كان عامل مؤشرات الشمس بيجذب الفكره انه غسان ووسام يمثلوا سوا اكيد ايه لا بحس ايه اكيد هذه شغله كثير حلوه وبعتقد هذا الشيء اللي جذب الجمهور انه بعد مثل القمر وفيلم السيناء واحمد وكريستينا كانوا عم بيقولوا طيب بليز انت مثل مع بيك، بيك عمل واشرقت الشمس كثير كانت ظابطه كثير حبيناه بهذا الدور، عمول شيء انت وياه غير انه بدك تغني انت وياه مثلوا سوا، فهيدي الشغله انه العالم كانت ناطره تا هالشخصين يلعبوا مع بعض ولا مره مثلت مع ليلى بن خليفه؟ لا ولا مره بس بكون هو انا مثلت مره واحده يعني مش هيك المرات كلها
وسام كانوا بيحكي على ما بعرف ولا مرة غنيت مع ليلى من خليفة لا ولا مرة يا ريت يا ريت أنا بعرف شو بتغني لما جاي من لما جاي من لوس أنجلوس حبيت أعمل فيوجن بين العربي والإنجليزي يلا عم نشتغل عليها هلا بالوقت الحالي لوين وصلت هيدي بعدنا عم نشتغلها لانه بتعرفي فتت بعالم التصوير وبعالم التمثيل وما كان عندي وقت ابدا ما كان عندي وقت اتنفس اذا بدك تغني عربي ولا انجليزي هلا لليلى لليلى رح اغني لك بالعربي فكر منيح رح اغني لك بالعربي هلا اكيد اكيد تفضل بدي اياك انت اذا بدك هيدا غنيه لانه مش عم صدق حالي انه انا معك وانا مش عم صدق حالي وانا عم غني لك فالغنيه اسمها مش عم صدق حالي يا الله الله مش عم صدق حالي الله الله يلي بحبه قبالي كلمي منك روحي بتشفي وما بزعل منك ولا نتفي أهون عند عيوني تطفي ما تقول كلمة آه كلمة منك روح بتشفي ما بزعل منك ولا نتفي أهون عند عيوني تطفي ولا تقول كلمة آه والله الله مش عم صدق حالي صدق حالي هلا وسام كنت عم بتقلنا مخرج انت من لوس انجلوس وبنشوف هون الممثلين بلبنان يا مخرجين من المعاهد هون معهد التمثيل والفنون yes. بلبنان او ناس عندهم موهبه بيمثلوا ما تعلموا انا بوقت شفتك بمثل القمر خاصه بمثل القمر حسيت انت كثير ديفرنت عن اللي بيتعلموا هون التمثيل توتالي غير يعني كانه توتالي ديفرنت سكولز ما بعرف كيف يعني انه هن انت تعبيرك نفسه جدي اكثر ما بتعبر بالجسم كثير نحن هون معودين بلبنان بتعرف في تعبير اكثر بالجسم خبرني اكثر مسرحي اكثر خبرني اكثر هالاكسبيرينس يعني واحد يتعلم برا ويجي يطبق بلبنان مع هالمجموعه الممثلين كمان اللي كثير محترفين كيف كانت الاكسبيرينس وشو عطيت وشو اخذت ثانك يو سؤال كثير حلو اول شيء ك اكسبيرينس كانت كثير غريبه بالاول لانه مش بس من وراء التمثيل من وراء مع كل احترامي لكل الكتاب الكتابه كثير غير هون عن امريكا الكتابه بامريكا بتعكسهم اكثر مما الكتابه هون بتعكسنا تنحكي الصراحه والكتابه بالاول حسيتها شوي في شويه شعر في شويه خارج العاده انا ما بحكي هيك العالم اللي حوالي ما بيحكوا هيك العالم يلي بالطبقه الوسطى اللي نحن عم نجرب نفرجيها لثلاث ارباع العالم هيدي اللي بتحضرنا مش الطبقه العاليه ما بتحكي بهالطريقه فكانت اول شيء غريبه وعم بحكي بالعربي كنت عم مثل بالانجليزي فكنت عم جرب قد ما في اتذكر اللي علموني اياه هنيك هو انه الديفرنت سكول انه بس خلي الشخص اللي عم بشوفك يصدقك عمول اللي بدك تعمله بس انت ما تلعب ما تفكر فيها هون وي اوفر ثينك نحن اللي عم نقوله ليه لانه ما بنفكر زيد عن زوم اكزاكتلي وايام صعبه لانه قد ما كان الممثل قوي من روبرت دينيرو لالباتشينو ل ليام نيس كلهم 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 اذا اعطيتون سكريبت منه منيح رح يطلعوا ونحن رح نقول لهم عنهم كانوا ممثلين فاشلين طيب ما بقول كذا اذا بتقلي جمله اذا بتقلي جمله على التمثيل الامريكاني كيف باللبنان كيف بنعملها نقي لي جمله مثلا طالع عبالي مثلا ايه طالع عبالي مثلا هلا فوت على الحمام طالع عبالي فوت على الحمام الا على الانجليزي كيف بيقولها الامريكاني بالتمثيل I feel like going to the bathroom وبالاولى باللغه العربيه بس تمثيل بس تمثيل امريكاني مزبوط طالع عبالي فوت على الحمام اوكي اللبناني كيف بيعمل انا بقول لك كيف باللبناني بيبرم لا لا اذا بيبرم اول شيء بيبرم واحد هيك بيبرم الثاني ورا بقول له شو بك بيقول له بدي فوت على الحمام بيرجع بيبرم هيك لا ويخلص كيفك بتشوفه ايام البوزيت شو زياده لا ايام البوزيت شو انه ليك طالع بيلي فوت على الحمام هلا ما حدا بيعمل هيك ابر انت وقاعد ما طالع بيلي فوت على الحمام ثانيه بس هلا برجع سو اتس يوجولي كرمال هيك انا كمان كنت احكي شوي بسرعه وهيدي غلط بالتمثيل فكانوا على طول يقولوا لي بطئ لانه بالعربي بدها تكون ابطا فهيدي كمان اخذتها وصرت اروق واحسن
كمان اخذت سرعه التصوير لانه كنت عم صور سينما بامريكا، هون كنت عم صور تي في، فهيدي شغله كمان بتزيد البروفيشناليزم، ما عادت بقى موهبه، صارت قد ايه انت فيك تستوعب التكنيك اللي موجود قدامك. فهيدي شغله كثير حبيتها هون ما كانت موجوده بامريكا. وامريكا في المنيح وفي مش والمش منيح، مش بس نحن مش ناقصنا شيء، نحن بس بدنا نشبع، بدنا نتسقف شوي زياده ونعرف شو عم نحضر وشو عم نقرا، ونجرب نكتب شيء ما نقلد غيرنا، ونجرب انه بس نعكس نحن شو عم نشوف على الطريق نحطه، وراح يبيع. فينا نحط قصه حب بتبيع، عم شو عم بتقول. هي اغلبيتها قصه سكريبت، لانه قضيناها كل ما نستضيف حدا بالتمثيل من الاخر سابقا دائما يكون النقطه هي السكريبت المكتوب، مش هيك بيحكوا العالم؟ اكيد. هلا اكيد بس سؤالي صغير ترجع على الوالد، لانه ما عدنا حكينا بالموضوع. قلت انت انه بالبدايه كانت بوش، وقت سالك بيير قلت له ايه بالبدايه كان بوش، وهون كفيته على قصه انت شو نفعته للوالد. شو كانت الوطئه النيجاتيف اللي حتى مش ضروري بين العالم، انت بينك وبين حالك، شو كانت وطئه الاسم السلبيه وكيف اخذتها على حالك، كيف عملت مقارنات انت بينك وبين نفسك مع الوقت؟ المقارنه اللي عملتها هي على طول كانت بالموسيقى اكثر من التمثيل، لانه انا بعرف انه اذا عم مثل ما راح يقارنوني كثير ببيي، لانه انا فايد بمطرح وهو فايد بمطرح، بس انا الموسيقى كثير بتعني لي. سو ما كان بدي اتعدى على شيء، لانه ابنه لغسان صليبة عم بيغني اخر شغله بدي اعملها، عملت غنيه معه لانه سليم عساف كتب شيء كثير بالبقله، وجينيريك مثل القمر غريب كانت كثير بالبقله. اكثر من هيك ما بدي فوت بالسوق على طول بيسالوني، لانه شغله لانه الوالد بغنيها. فكنت عم طول عم بقارن بحالي، اذا اضطريت غني انجلش او عربي شوي بالبقله اكثر شوي رح جرب انا شوي نزيع عن البروفيشنال سايد. انت عايش بلوس انجلوس وانا كمان، ولوس انجلوس كثير بعيده وبتحس بهال يعني اكيد والثقافه والحياه غير. شو بتحس انت تعلمت من 7 سنين عشت هونيك من الاكسبيرينس على المستوى الانساني، يعني على الماتوريتي، يعني yes. على فروم انسايد just be respectful. هون يعني ما بعرف، ايام بتلاحظ ايام العالم بتقول ايه انا بدي اكون عامل بلوك لكل العالم، لانه اذا ما حدا بيقدر لي انا ما حدا رح يقدر ياخذ ادفانتج مني. عم لك لا، فيك تكون كثير سويت وريسبكت اذر بيبلز تايم، كون على الوقت مش بس على السيت بس بالحياه، just respect others وشوفهم اذا عم بيأذوك من بعيد وعرف بعد. نحن كلنا بنعرف، كنا قاعدين هون كنا بنعرف انه على السوشيال ميديا العالم بتشوف بس 5% من حياتنا، بس كلهم بيفكروا بيعرفوا 100% من حياتنا. سو they judge you، سو بيقولوا لك انت كيف ويي شخصيتك، فكانك شايف بحالك بس لا طلعت مهضوم مثلا، او انه فعطول بقول لا انه مش ضروري اتشبس او كون شوي شايف بحالي لانه هن بيفكروا هيك. I can be okay it's fine، هن فكروا اللي بدهم اياه وانا رح احمي حالي وقت انا فيه. just respect others، ما كثير بنشوفها. وسام صليبا رح نطرح عليك عدد من الاسئله ب 60 ثانيه، بدي اشوف قد ايه رح تقدر تكون صادق وتجاوبني بكلمه واحده، وقديش عدد الاسئله رح تقدر تقطعهم، اكبر عدد اسئله قد ايه ممكن تقطع. جاهز؟ يس تفضل. اوكي تاخذ درينك معي؟ اكيد تاخذ درينك معي، ما راح يكون عندك وقت اصلا تشرب. ستين ثانية بدك تجاوبني بسرعة بكلمة واحدة، ريدي؟ يس 3 2 1. من الاخر الفن بالوراثه او السياسه بالوراثه؟ السياسه بالوراثه. انت حبيب البابا او الماما؟ الماما. من الاخر سيفاني صليبا او سابين؟ دليدا خليل. من الاخر يوغا او صيد السمك؟ يوغا. مع الاعدام او السجن المؤبد؟ السجن المؤبد. زواج مدني او ديني؟ مدني. مكالمه عاديه او واتساب كول؟ مكالمه عاديه. من الاخر كيف من نانسي عجرم او اليسا؟ نانسي عجرم. من الاخر جبران باسيل او شامي روكوز؟ غسان صليبا. من الاخر تمثيل مع باسم ياخور او تايم حسن؟ باسم ياخور. من الاخر الهيبه او ادهم بيك؟ هيبة. بس هيك بدي اتسال على مروان شوي. من الاخر برونزاج او سولاريوم؟ برونزاج. سوشي او فويريخ؟ سوشي. مين اجره كان اعلى بالمسلسل انت او بيك؟ بيي. هبه توج او كارول سماحه؟ كارول سماحه. زواج من غير دين او من نفس الدين؟ غير دين. تويتر او فيسبوك؟ فيسبوك. وسام الرحباني او زياد الرحباني؟ زياد الرحباني. لو بدك تتحول لحيوان شو بتختار تكون؟ حصان. اخر مسج قبل ما تنام لمين؟ ما حدا. لهلا ما حدا. المسج لمين؟ شريك بالسيركل. جواب ب 60 ثانية. ركض.
لهلا ريكورد نايس برافو اوكي تريك فور للاخر ليلى بن خليفة من الاخر الفرق يلا من الاخر الفرق بين امريكا والعالم العربي انه في العالم العربي ما بيتقبلوا انك تكون فنان مغني ممثل هل هيدي المينتاليتي خليتك تستغنى عن مهنه من المهنات اللي بدك تعملها ما راح استغنى عنها بعتقد كل شيء بوقته وراح اعملهم اثنيناتهم بس اجين ما راح اتعدى على جانر ما بيلبق لي اذا نجحت بموسيقتي سافا از لونج انه انا عم ام اكسبريسينج ماي سيلف عم بوصل الخزن الاخر good vibe, good energy, وإن شاء الله يعني توصل للبدك إيه. وبلوس أنجلوس, ألادن, يلا. إن شاء الله. إيه إن شاء الله. إنجلوس بواب للأخير. ويسام أنا بقولك إنه إذا فيك تغير بالجنراسيون هاي تبع التمثيل, دوت وإذا في سكريبت مش على ذوقك جرب عدل قد ما فيك بعرف ما فيك تغير. تا نحنا نكون إذا بدك الفوج الجديد بالتمثيل. مثل ما لازم. راشد بحسين من الأخير. فرخ البط عوام هاي واحد. بس اهم شيء قالت انه مفكرينك مصدق حالك حبيبي انت ما في اهضم منك وما في اقرب منك للقلب وعن جد يعني ما طلع البخار لراسك برافو عليك ان شاء الله خير شاش حرب من الاخر نحن من تنورين قلت له عنا ضعف لبيو يعني وكلهم بحبوه كثير ومش مشان هيك عم جاملك صراحه اول مره بحضرك بانترفيو وحبيت كثير جوابك لسؤال ساري بين عن نفسيه وعن اخلاق كثير عاليه واكيد بتمنى لك كل التوفيق هون وهونيك كعد من الاخر وسام انا بتمنى لك اكيد كل التوفيق وتحقق كل احلامك وهيك وحلو كيف الواحد عم تطلع درجه درجه بالحياه وهيك تضلك هامبل مثل ما هلا شفناك ثانك يو سو ماتش وسام كيف اللي تعادتنا انا اول مره بيجي على انترفيو and I'm fans I'm a fan to all of you so سالي فتره بحضر ثانك يو فان تو يو بيير ميرسي ميرسي وسام كلك جو نحن كمان ثانك يو وسام شكرا لك تبعين من الاخر بريك جديد ما تروح لمحل داي كثير قليل مع الاعلان خليكم تواصلوا معنا على فيسبوك تويتر وانستغرام بريك وبنرجع